صباح خير، صباح الخير ريا، ارتاحي شوية. ارتاحيتي شوية؟ الحمد لله، كي جاك الجو مزيان. الحمد لله اليوم الجو زوين ماشي بحال البارح كان العجاج بزاف. والله المنظر، ما يمكنش العجاج اليوم، الجو زوين. المنظر زوين في الصباح. يلا باش نفطرو ونهبطو نديرو الورق لاكوت. يلا let's go. السلام عليكم، نتمنى يكون كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم على فيديو جديد بمدينه الصويره. ان شاء الله اليوم غنديروا جوله في الاوتيل اللي دوزنا فيها السيجور ديالنا في الصويره. مرحبا بكم في مدينه الرياح، مدينه الصويره، اوتيل الجزر. صراحه من اجمل الاوتيلات اللي عجبوني هنا في الصويره. اوطول نقي بزاف والسيرفيس عندهم غزال بزاف. غندير لكم جوله في لا شومبر اللي شدينا في البيسين وحتى في الريستورون حتى هي ان شاء الله. يلا خليكم معنا. هي هذه لا شومبر، باقي حاطين لي فاليز هنايا والقراول ديالنا. لا شومبر صراحه زوينه ونقيه بزاف. انا جيت عيانه غير جيت وتنشرت هنايا، باقي مازال ان شاء الله غادي ندوشو باش غادي نهبطو ناكل لتحت وغادي نصور لكم حتى الريستورون، غنصور لكم الكولوار. المهم باش اللي بغى يجي لهاد لوطيل المهم يكون واخد عليها اصلا فكره. هنا من الفوق البيسين فيو غزال. ندخل بعدا غادي نضربها بواحد التدويشه لان الطريق كانت طويله وفعلا لا فاتيك. شوفوا هنايا الجهه ديال البيسين، غنوريكم بالضبط لا شومبر ديالنا فين جات. هنا الفوق فين درت زوم في الدوزيام ايطاج. الله على راحة، الله أحسن دوش. دابا شوفوا معايا من الفوق المنظر شحال زوين. سميحة أختي شدات لاشومبر في هادوك لي شومبر اللي كيبانو لكم أون فاس مع البيسين، هي شدات واحد تما. الجو زوين مكاينش داك الريح بزاف. شوفوا هنا جديرين بالغازون، ويلكم. زوين هذا 4 اطوال. انا بالنسبه للثمن ما نقدرش نحدد لكم بالضبط، هو كيبدا من 1000 درهم والفوق على حساب لي سيزون. صافي هكا واحد المساله غادي ننبه ليها. هاد لوطيل هو صراحه زوين ونقي وكونفورتابل، وماشي كاع لوطيلات المصنفه اللي كيكونوا 3 ولا 4 اطوال كيكونوا نقيين وزوينين. راه دوزت وحدين اخرين غاليين ولا علاقه. المهم دابا غادي نبدل حوايجي وغادي نهبطوا ناكلو وغندير لكم دويره في الريستورون حتى هو تاخذوا عليه فكره. الغيستورون جا تما الفوق، يعني جا الفوق ديال الغيسيبسيون. لومليت والمسمن كيطيبو قدام عينيك وكتاكلهم سخانين. هنا كاين كرواسا، كاين الكيك، كاين الحرشال، ممكن كلشي. هذا اوبن بوفي، كاين كلشي، قهوة، عصير. غير الواحد يجي بكري، انا ديما كنجي معطله وقال كنلقى الماكله نصها مشى. ولكن الحاجه اللي عجبتني كاع اكثر هنايا في هاد الريستورون ديالهم هي هاد الحاجه اللي غتشوفوا دابا.
هي هادي الفيو من برا، لوطيل جا اون فاس مع البحر، راه كيبان من لهيه لاكوت، وفي نفس الوقت قريبة حتى للمدينة القديمة. من بعد ما فطرنا غادي نمشيو نجلسو شوية عند البيسين. صراحة الجو زوين بزاف، ما كاينش العجاج كالعادة في هنا في الصويرة. الجو سخون دافي زوين، انا ما رشخش ليا باش نعوم، ولكن كاينين الناس هنايا كيعوموا، انا بغيت غير نجلس شويه هنايا نرتاح، حيت بغيت نخرج ندير دويره في الكورنيش هنايا في لاكوت. الله، وهنا الفوق فين جات لا شومبر ديالنا. هي هادي لا ريسبسيون، هو هذا الكورنيش شفتكم راه جا اون فاس مع لوطيل، ولهيه راه كتبان لكم المدينه القديمه. غادي مازال نمشيو ليها باش نزورو السقاله، وهذا لوطيل. باش تعجبك صويره ديما نقيه ولا بلاج ديالها نقي بزاف. تسناونا ان شاء الله في الفيديو الجاي، غادي نديرو جوله هنايا في السقاله وفي المدينه القديمه ديال الصويره. الاجواء زوينه بزاف والمدينه اكثر من رائعه. ما تنساوناش من اللايكات والاشتراك الى عجبكم المحتوى.